اللوائح والأنظمة على أن يتم عقد اجتماع صباح الغد مع أعضاء الفريق. طيب، عبر الهاتف رئيس النادي الأستاذ فهد المدلج. مساء الخير أستاذ فهد. مساء الخير أخي طارق، مساء الخير لضيوفك الكرام ومشاهدي ومستمعي الكرام. الله يحييك. أبدأ معك إذا سمحت منك، آخر كلمة قالها أبو صهيب الزميل عثمان أبو بكر مالي، قال هذه لعبة. كل على نيته، ولكن كيف تكون لعبة؟ يعني احنا يعني لا نقر اللي حصل اليوم للاسف الشديد، يعني شيء كبير. ممكن تشرح لنا بس ممكن بعد اذنك تشرح لنا شو اللي صار؟ وغريبه يعني غريبه ان يحدث من 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 لاعبين ومدرب محترف انهم يغادرون الملعب. زين اوكي، من حقهم يطالبون بحقوقهم بمكافآتهم، لكن يعني لابد ان يعرفون ان احنا كادارات انديه ما قصرنا نطالب، وازعجنا اتحاد كرة القدم بالاتصالات والرابطه بالاتصالات، ولكن احنا يعني نسعى في كل جهدنا كرؤساء انديه وكادارات انديه ان احنا نامن لهم حقوقهم. يعني انا اعترف ان فيه 3 شهور متاخره لهم، وهذا شيء يعني مستحق لهم، ولكن ما يعطيهم الحق بانهم يمتنعون يضربون على التمرين. هذا خطا كبير، وسيحاسب عليه كل من اساء للفيصل. يعني اللي صار اليوم انهم امتنعوا عن التمرين بالكامل، ما تمرنوا؟ المدرب والجهاز الفني معه كاملا، وجميع اللاعبين اصروا على يا اما يحضر الى الملعب واجتماع معه اوكي، او مغادره الملعب. انا اكدت لهم عن طريق اداره اسرتهم، مدير الفريق، واكدت ان انا متواجد الساعه 11 صباحا كل يوم في النادي. من اراد الاجتماع يعني المكتب مفتوح، وانا بالعكس انا اخوهم اجتماعهم في كل وقت. تفاجات بمغادره اللاعبين وقبلهم المدرب. يعني ما تمرنوا اليوم استاذ فهد؟ لا ما تدرب اليوم، اضربوا على التدريب نهائيا. هذا غريب جدا. طيب دقيقه يعني لا ينم على احترافيه اللاعبين والجهاز الفني. ممتاز. عاد انتم ما شاء الله مشهود لكم الان يعني بالمثاليه ما شاء الله والاحترافيه في كل شيء، عين ما صلت على النبي على قولت ابو صقر. انا اعترف في 3 شهور احنا مقصرين. 3 شهور ولاول مره تحدث في تاريخ النادي نصل الى 3 شهور يعني لم تدفع. يعني الان عفوا استاذ فهد، الجهاز الفني واللاعبين يطالبون برواتب 3 شهور زائد مكافآت، ولا بس رواتب 3 شهور؟ راتب 3 شهور وفي مكافأتين فوز لم تصرف. اوكي زين، المكافأة الأخيرة استلموها في معسكر الفريق في الكويت، ولكن أؤكد أن فيه تقريبا مكافأتين بقي وثلاث شهور رواتب. واحنا ساعين الان بالاتصال. انا اليوم اجيت مكالمه مع الدكتور عادل عزت والاستاذ سليم عمر، وانا يعني سامحوني في الضغط عليهم، لكن احنا نواجه ضغوطات برضه. ف يعني املنا في الله، ثم ابو ناصر دائما هو يعني من القدره طبعا بعد رب العالمين في وقفاته مع جميع الانديه دون استثناء. ف يعني موضوعنا محرج، ولا يعني لأول مرة نواجه. طيب أستاذ فهد، يعني أستاذ فهد كذا. طيب وأكد إن إحنا يعني سارعنا اليوم قبل ما أطلع من النادي اتخذ قرار بتشكيل لجنة عاجلة، وسيتم المحاسبة. الآن اللاعبين لازم يعرفون عندهم مكافآت مرصودة في النادي، من حقنا إيقافها. عندهم مرتبات، تطبيق لائحة الاحتراف، تطبيق اللائحة الداخلية. يعني التهور اللي سووه اليوم هذا يعني غريب جدا ولا ينم عن احترافيه. طيب استاذ فهد، الرواتب 3 شهور ومكافاه مباراتين كم تعادل، يعني كم مبلغها؟ تتكلم عن الان عندنا مستحقات لدى الاتحاد السعودي والرابطه حوالي 13 مليون لا 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 لا, لا, لا استاذ فهد اذا سمحت اترك المستحقات، كل الأندية عندها مستحقات، لكن أنا أتكلم عن 3 شهور الرواتب زائد مكافأة المباراتين، كم مبلغها؟ تقريبا 7 مليون أو أكثر. 7 مليون ريال؟ يا أكثر. طيب آخر سؤال بالنسبة لي، وبترك المجال للي يبغى يسألك. آخر سؤال بالنسبة لي إذا سمحت لي، هل أبلغك الجهاز الفني واللاعبين عن طريق الجهاز الإداري بأنه إذا اليوم ما صرفت هذه المبالغ سنضرب عن التمرين حسب ما تفضلت؟
لا لا لا، هم طلبوا، هم طلبوا اجتماع او مغادره التمرين. لا طلبوا اجتماع. انا وضحت لهم عن طريق اداره الفريق، اوكي راح يجيك في اي وقت، المكتب مفتوح، صارت الاجتماعات مفتوحه، الساعه 11 نلتقي بكره زين ونتكلم فيها. اما التمرين هذا وقت التمرين، ليس لمناقشه او فتح نقاش نهائيا. هم يعرفون نظافه النادي الفيصلي كذا دائما. طيب تحملنا، معلش الله يعطيك العافية، عندنا بعض الزملاء يبغون يسألونك كذا كم سؤال. تفضل أبو نواف. زميل علي الزهراني. أستاذ فهد مساك الله بالخير. يا هلا سلعاني، يا مرحبتين. طبعا احنا ما بن يعني نستقري الحدث اليوم اللي يعتبر حدث مفاجئ، يعني في إطار مفاجئ. اي نعم، انه في إطار والله ممكن يكون عملية تكتيكية من الإدارة الفيصلاوية لإقصاء اللاعبين عن الضغوط النفسية والمعنوية وإلى للنهاية. لكن السؤال اللي يطرح نفسه أو نتمنى تكون فيه يعني في كامل الشفافية في الإجابة عليه، ما حدث اليوم من لاعبين الفيصلي، وهم طبعا لاعبين محترفين، والإدارة الفيصلي إدارة نموذجية في العمل، يمكن تتميز هذا الموسم بعطاء رائع. من خلال اعتمادك لهذه اللجنة، لجنة تقصي الحقائق، أو خلينا نقول اللي أمرت بتشكيلها، هل تساوركم تقصي وتطبيق اللوائح؟ أيوة، بس هل يعني تساوركم شكوك إن والله هناك في أطراف ربما تكون من خارج النادي يعني ساهمت في أن يتخذ اللاعبين والجهاز الفني هذا التصرف؟ يعني في شكوك يعني أنا أقصد أنه بصرف النظر عن المستحقات المالية للاعبين، أنتم كإدارة هل يعني تساوركم شكوك أنه هناك أطراف معينة ربما دخلت في العمق الفيصلاوي وحرضت اللاعبين لاتخاذ هذه الخطوة من خلال مثلا الفريق انه يلعب مباراة نهائية على كاس؟ لا احنا ما نلوم على ناس في اطراف خارجية، لكن تنم على عقلية بعض اللاعبين وليس كل اللاعبين، ولكن سيتم محاسبتهم وسيتم اعادة هيكلة الفريق وسلخ الفريق اللي يستحق البقاء ولبس شعار فيصلي يا مرحبا فيه. يعني ممكن ولما يستحق سيغادر قريبا. استاذ فهد يعني انت ممكن اذا طبقت اللائحه الداخليه الان ممكن هذا نصف فريقك ما يلعب في النهائي؟ لا ما تصل الى قاوه، لكن تصل الى خصم ولوائح الاتحاد السعودي، لائحه الاحتراف تحق للممتنع على تدريب 40% من راتب. طيب بس خلينا ناخذ الاسئله بشكل مباشر، تكفون يا شباب. تفضل عثمان. لا اول شيء مساء الخير استاذ فهد، ترى ما دين لك بالاعتذار على فكره. أنا... ليش انت اتهمتهم في البدايه؟ انا لازلت عند رايي انه ربما تكون لعبه. ما في ربما، انت ما قلت قبل شيء ربما. لازلت هالي لا قلت يا اما هل لعبه او غير لعبه. لا استطيع ان انزل، انا لا استطيع ان انزل عقب تبريره. لا ما اقنعني هذا رئيس النادي يا رجل. ما اقنعني رئيس النادي، ما اقنعك. أجل ليش تسأله؟ طيب ليش تسأله تبريره ما اقنعني؟ اذا رئيس النادي ما اقنعك تبريره ليش تسأله؟ ما اقنعني تبريره الى الان، ما اقنعني تبريره انه هذه مساله ممكن يكون متفق مشترك عليها لتمرير اللعبه. هذه وجهه نظري، هذه قراءتي للموضوع، لكن انا ارجو انه لا يكون سؤال الاخ علي انه هو قد يكون فيه غمز ولمز او انه اشاره بطريقه غير معينه للاتحاد. ايش معنى السؤال؟ يعني سؤالك تقول اطراف خارجيه، انت تقول اطراف خارجيه والطرف الخارجي اللي ايش معنى تقول انها لعبه؟ يعني انت برضو اللعبة انا اقول لا انت في اتهام مباشر لنادي اخر. لا ما في، هذا كلامك، هذا معنى كلامك. يعني ترى على فكره، على فكره ابو صهيب ترى المسافه اليوم اللي كانت تفصل استاذ فهد المدلج عن اللاعبين 5 متر فقط، يعني الحادث امامه ولا لا استاذ فهد؟ عموما 5 متر بينك وبينهم اليوم، ورفضت انت تتكلم معاهم على فكره. لا انا جاي عندي كان ظروف سفر، وقلت لهم بكره الله يحييكم اجتمع معكم، بغيت 3 ساعات. انا عادي اجتماع معهم دائم مع اللاعبين. طيب لكن تفاجات ب خروجهم وامتناعهم وضربهم عن التدريب، وصراحة أول مرة تحدث لي يعني في تاريخ الرياض. أنا سؤالي لك يا أستاذ فهد، طالما أنه العملية يعني ممكن نعتبرها إضراب من اللاعبين والجهاز الإداري والجهاز الفني حسب كلامك، وهذا لا يمكن، وهذا اللي صار، هذا اللي صار يعني. طيب هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يتم. أنا أؤكد لمحب النادي، يهمنا الكيان الفيصلي، الموضوع لن يمر مرور الكرام، وأؤكدها. طيب هذا يعني أنه مثل هذه العملية لا يمكن أن تحدث
صدفة أو فجأة، لابد أن يكون هناك تنظيم وترتيب من كل الأطراف. وطالما انه وطالما اسمح لي اوجه لك سؤالي، اسمح لي اكمل سؤالي عشان تعرف تجاوب اجابه تقنع الاخرين لو سمحت. طالما انه العمليه بهذا الشكل للمجموعه كامله، وطالما انت تقول عندك لائحه ستطبقها، اذا ايش الفائده من انك تشكل لجنه؟ تشكل لجنه لماذا؟ عندك عمل اضراب وعندك لائحه ونظام، طبق بدون ما تحتاج انك تشكل لجنه، ليش اللجنه؟ أقنعني. يا حبيبي لازم نعرف من المتسبب. النظام واللوائح تطبق على الجميع. اوكي، انت تبغى تعرف مين اللي تسبب بهذا الامر؟ على الجميع، ولكن شو المتسبب؟ هل هو المدرب؟ هل هو بعض العقليات الصغيره في يعني من اللاعبين؟ تعرف اللاعبين يعني مش زي اصابعك. طيب او او او, أو يعني اصح أصابعك مستوى، يعني سؤالي ما ناس عقلية محترفة كبيرة وناس عقليتهم دون المستوى. طيب عادل مرحبا. أبو عبد المحسن مساك الله بالخير. يا مرحبا أخي عادل، هلا حياك الله طال عمرك. أنا بس استوقفتني حاجة أنت قلتها، ذكرت أنه جميع اللاعبين أضربوا اليوم وما شاركوا في التمرين، وبعدين قلت أنه هناك البعض، وأنا ما قدرت أفهمها الآن كلمة البعض من اللاعبين، يعني كأنك يعني ترمي أو تلمح أن هناك بعض اللاعبين هم من قاموا بهذا العمل ولا حتى الآن في عادة احنا حددنا خمسة هم تسببوا، يعني هم أثاروا أن طيب نحن الضغط على إدارة النادي، الضغط على رئيس النادي. سعوديين ولا أجانب؟ منهم أجانب ومنهم سعوديين. أوكي. طيب أبو عبد المحسن، في هالحالة أنت ستعاقب خمسة فقط، على الرغم انه الفريق كله باكمله خرج يعني الان البقيه، وبالتالي بيكون الوضع حرج، خصوصا انك مقبل على النهائي، واعتقد ان الوضع بيكون صعب جدا عليك حتى في ظل تطبيق النظام. شوف لائحه الاحتراف اللي اجازت لنا الحق الامتناع عن التدريب 40%. اي 40% للاعبين كلهم؟ اي نعم 40%، مو بالمتسببين الخمسه فقط، 40% من راتب المحترف. أنا عارف للاعبين كلهم وليس الخمسة المتسببين فقط. لا لا لا، اللاعبين كلهم جميعا امتنع التدريب. طيب لكن المتسبب في كلهم عامل ثاني. أوكي ماشي، قد يحرم من النهائي المتسبب. المتسبب إذا وصلت الحرمان سيستبعد، مصلحة الكيان عندنا فوق كل اعتبار. طيب تعجبني ابتسامة عثمان أبو بكر مالي، إذا عندك تلفزيون تشوفها. تفضل محمد السويل. أبو عبد الرحمن مساك الله بالخير. أستاذ فهد، يا مرحبا أبو عبد الرحمن. أنا أقول العمل اللي أنت تعمله الآن بكل تأكيد، حتى من البيان الهدف منه حفظ حقوق النادي أكيد، لكن أنت ما ترى يعني من خلال ما لمسناه حقيقة من حضورك المميز في إدارة هذا الفريق اللي أوجدته بشكل مثالي، أنه إعلان أو إخراج هذا البيان في هذه المرحلة وعدم احتواء المشكلة ومعالجتها بشكل سري وهادي أكثر يخدم مصلحة الفريق؟ لا شوف اللي حصل، هذا البيان قد ما يخدم المصلحة، بالتالي يعمل نوع من لما يخرج الأمر من نادي الفيصلي يمثل مشكلة كبيرة. يعني الوسط الرياضي ما تقدر أن تخبي أي معلومة، يعني الجميع شاف مغادرة اللاعبين وأضرابهم على التدريب. أوكي أي معك مكان مغلق التمرين. طيب أنا ما سمعت ردها. لا يقول لك الحدث تم أمام مجموعة من الإعلاميين، ما تقدر أنت تخفي كل شيء الآن، كل شيء أصبح واضح يعني الآن، ما تقدر تخفي. تفضل فهد الروقي. مساك الله بالخير يا أبو عبد المحسن. يا مرحبا أستاذ فهد، يا مرحبا. بعيد عن موضوع الشكوك وما الشكوك، لكن إحنا بالأمس وللأمان الفيصلي يستحق بإدارته الثناء اللي تحصلت عليه، لأنها استطاعت صناعة وبناء فريق محترم وصل إلى نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين وربما يكون مؤهل لتحقيق اللقب. لكن هل هذه الحادثة ما كان لها بوادر سابقة تستطيعون أنه مثلا حد منها يعني قبل تفاقمها ووصولها إلى مرحلة يعني مرحلة خطيرة صراحة، مرحلة إضراب هذه جديدة في كرة القدم السعودية، فما كان في خصوصا أنه أنا كنت معاهم، أنا زرت معسكر الكويت. ما كان جايز لك يا ابو عبد المحسن؟ شوف استاذ فهد، بس ابصر لك كلمه جايز لك ليش؟ على اساس تتحرك الجهات المسؤوله اتحاد القدم
الرابطة أنهم يسددون مستحقاتكم. احنا عندنا مستحقات اكيد يعني الدكتور عادل عارف شيء هذا والاستاذ مسلي عارف شيء هذا، ولكن اللي حدث من اللاعبين اليوم زين حدث غريب جدا زين، واؤكد سيتم تطبيق اللوائح والنظم دون النظر لاعتبارات المباراة النهائية زين، لان النظام يبقى هو اللي بيستمر في يعني الفيصل. احسن انا اللي يعني ارجو اني ما اكون انا افسر قصد عثمان ابو بكر ما لانه هو قاعد جنبي، فلذلك انا ماني حابة افسر قصده، لكن قد يسال يعني واحد بسيط متابع اليوم يقول لك انه ممكن الفيصل علشان يمارس نوع من الضغط على اتحاد القدم ورابط الدوري المحترفين يختلق، معلش يعني اخذني على قد عقلي بهذا السؤال، يختلق يعني هذه المشكله انه والله لاعبين يضربوا ولا يبون يتمرنون ولي 7-8 مليون محتاجها ضروري، يعني هذه يعني ممكن واحد يفسر هذا التفسير فقط، ولا هذه بعيدة كل البعد عن إدارة الفيصلي ولاعبين الفيصلي والجهاز الفني والإداري؟ شوف أنا يعني أنا معك، أنا وعدت لاعبين أكثر من لازم، كل ما في كل اجتماع وعدتهم إن شاء الله حتحل الأمور، ولكن هذا ما يعطيهم الحق انهم يضربون ويطلعون يرفضون التمرين. هذا امتناع شيء كبير في احتراف كره القدم يعني، وانا اؤكد يعني اللجنه بس بكره تنهي امورها، سيتم تطبيق العقوبه على كل من امتنع التدريب حتى مدرب الفريق اول واحد. طيب اذا كان مدرب الفريق هو اللي محرض اللاعبين، ما يكون موجود في النهائي؟ ما يدرب الفريق؟ والله شوف اذا القرار لي اي زين يعني يجب ان يبعد عن الفريق نهائيا، والحمد لله عندنا مدربين سعوديين يعني على اكفى مستوى، ومنهم من الكابتن علي العميره والكابتن حميد العتيبي. طيب ما شاء الله جاهزين، ولدينا مدربين طب الفاتحين كثير. ماشي نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله انتم والاتحاد، واحنا نبغى نهائي يليق باسم وقيمه وحضور القياده، ولذلك احنا ايضا مبسوطين ان اليوم الفيصلي يصل للمباراه النهائيه، لانه حتى نثبت ايضا انه هذه الكراسي او هذه المقاعد ليس حكرا على احد، كل من يجتهد في الموسم يحصل الشيء اللي يبي، فلذلك نتمنى لكم التوفيق، واحنا ان شاء الله تعالى يا ابو عبد المحسن اذا تسمح لنا سنتابع هذا الأمر معاكم بكرة أيضا، وبناخذك في اتصال تليفوني إذا سمحت لنا، ونفهم أيضا إيش استجد في هذا الموضوع إذا سمحت لنا. على خير إن شاء الله. الله يوفقكم يا أبو عبد المحسن، الله يوفقكم أنتم والاتحاد. شكرا لك.